نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغل أشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي أربط قناة اليوتيوب تبع أكاديمية منطقة الضرير للتعليم المجاني عن بعد بحساب الفيسبوك بتاعي. طيب هو أنا ليه هربط حساب الفيسبوك بتاعي بأكاديمية منطقة الضرير أو بقناة أكاديمية منطقة الضرير؟ مثلا أنت بتدخل اليوتيوب ما بتبقاش عارف توصل لمحاضرة معينة أنت عايز توصل لها، أو كنت حاضر محاضرة أونلاين ومش عارف هي هتترفع إمتى على القناة، ومش كل يوم هتدخل مثلا تدور وليكن. فانت مجرد ما انت هتعمل الربط اللي هيتم دلوقتي، مجرد ما انت اول المحاضره دي ما هتترفع هتلاقيها عندك على الحساب بتاعك. هنستخدم حاجه او تطبيق اسمه RSS. طيب ده اوصله ازاي او اعمله ازاي؟ لو فتحنا الفيسبوك بتاعنا تمام ونحن عاملين كده لصق، طيب الرابط بتاع التطبيق ده هجيبه ازاي؟ هتلاقيه ان شاء الله مع الفيديو نازل في الوصف بتاع المحاضره على اليوتيوب، وصف المحاضره على اليوتيوب ازاي. لو فتحنا اي محاضرة هنا كده هنلاقي في الوصف بتاعها مكتوب الروابط الخاصة بالمحاضرة كلها. نفس النظام اول ما يترفع الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي مكتوب في الوصف الكود او الرابط بتاع التطبيق. تمام، هنا التطبيق بيقول لي مين اللي هيشوف المنشورات بتاعة التطبيق دول، فاحنا هنعملها للعامة. بعد كده الذهاب للتطبيق، بعد كده هقول له سماح بانه ينشر اي حاجة على صفحتي. هنا هو فتح معايا ودوت الشكل بتاعه. هعمل اد نيو. اول ما اعمل اد نيو هيقول لي حط الاسم بتاع الببلش الجديد اللي انت هتعمله، فاحنا هنسيب الاسم زي ما هو عادي، او لو انت عايز تغيره يعني حاجة ترجع ليك. هنا بيقول لك الماي ببلش بتاعك، خطة النشر بتاعتك ايه هي، السورس بتاعك المصدر انت هتاخد منين تمام، وهتنشر فين في التارجت بتاعك. اوكي، فهنا هنعمل اد نيو. الاكزامبل هو هتحط youtube.com/darin، هناخده من موقع الدارين بتاع اليوتيوب. تمام، هنمسح كل ده، هنسيب بس اسم القناة youtube.com. هنعمل اد. كل المعلومات اللي فوق دي ملهاش اي لازمه، سيبها زي ما هي. من اول هنا بيقول لك انت هتنشر كل قد ايه، يعني كل نص ساعه عايز ان هو ينزل لك الفيديوهات ولا كل قد ايه. فاحنا نقول له اسر اس بوسيبل، يعني كل ما يعني كده معناها ان انت اي حاجه هتنزل على الدارين لو نزلت دلوقتي هتنزل على طول على الحساب بتاعك. تمام، عدد البوستات هنختار اكتر حاجه 33 متاح. بوست اوردر يعني عايز القديم ولا عايز الجديد، فاحنا هنخليها نيو زي ما هي. نعمل سيف. هنا اصبح عندي السورس اللي هو هينشر منه، بس السورس ده هينشر منه فين؟ عند التارجت. هروح عامله اد نيو وهضيف. هنا في الاختيارات عندي ثلاث حاجات، عندي حساب الشخصي بتاع الاكونت بتاعي، وعندي حساب البيج اللي انا ادمن فيها، وعندي حساب الجروب اللي انا ادمن فيه. لو جينا اخترنا مثلا الجروب هنلاقي هينشر باسمي. تمام، عادي جدا هروح مختاره اي حاجه من الخيارات اللي تحت دي لسه هنيجي ليها. طيب لو جينا اخترنا الحساب الشخصي بتاعي نفس النظام هينشر باسمي. طب لو جيت اخترت الصفحه، في اختيار الصفحه هيقول لك هتنشر باسم الصفحه ولا باسمك انت. تمام، هنا الاختيار ده هيرجع ليكم، بس المفترض ان هي تكون بنفس اسم الصفحه يعني. فاحنا هعملها على الاكونت بتاعي. هنا عندي ثلاث خيارات، ستاندرد او كومباكت او ستاتيوس ابديت. تمام، ستاندرد ده هيبقى عباره عن ايه؟ هينشرها لك زي كده بالظبط، هتيجي تنزلها اول ما المحاضره ما تنزل على الموقع هتروح نازله لك على الحساب بتاعك بالمنظر ده، اسم المحاضره وجزء من وصف المحاضره والرابط بتاع المحاضره. تمام، بس ده هيبقى يعني ده مش هيبين عند اصحابك ان انت نزلت ستاتيو جديده، يعني هيبقى عشان اللي يشوفها هيدخل على الول عندك فهيشوفها. تمام، طيب لو كومباكت، الكومباكت هينزلها لك من غير الوصف ده ومن غير الصورة دي. تمام، يعني ايه؟ هينزل اسم المحاضرة والرابط بتاعها تحتها بس. طيب لو اخترنا ستاتيو ابديت، ستاتيو ابديت هينزل لك اسم المحاضرة والرابط بتاعها بس، هيبقى عامل ستاتيو، يعني كأنك انت حطيت ستاتيو
فالاستاتيو اول ما بتحطها بتظهر لكل صحابك اللي ورا، يعني الاستاتيو ستاتيو ابديت هتبقى بالمنظر ده، اسم المحاضره والرابط بتاعها تمام، وده هيعمل لك ابديت لصحابك زي ما احنا متفقين. فهنا الاختيار هيبقى ليك انت، انت حابب ان هي تكون ستاتيو جديده، ولا انت حابب ان هي تبقى حاجه مجرد ان هي حاجه موجوده على الوول، ولا انت حابب ان هي ما يبقاش فيها روابط وتبقى زي ما اتفقنا الاسم والروابط بس من غير وصف ومن غير صوره ومن غير اي حاجه تمام. انا عن نفسي حابه ان انا يتعمل لها كتحديث ابديت، بحيث ان اي حد يقدر يعني كل الفريندز اللي عندي يبقوا شايفين الابديت الجديده بتاعتي تمام. فانا هعملها كده، فهنا دخل تمام. طيب هنا لسه اوف، انا مجرد ما ادوس على اوف بقت اون تمام. طيب لو عايزه ادوس واحد جديد نفس النظام، هعمل اد نيو وهكمل نفس النظام. طيب لو انا عملت دوت بس اكتشفت ان موضوع ان هو يتحدث ابديت لقيته ان هو بيضايقني، فانا عايزه ارجع اغيرها، اضغط هنا على الاسم بتاعك تمام، هيجيب لك الخيارات دي تاني، ارجع اعملها مثلا ان هو كده هينزل لك كل حاجه بس من غير تحديث ابديت تمام، اهي يعني هتبقى كده تمام. او ان انت روح اعملها كوم تمام، او ان احنا هنعملها تاني ستيب اللي انت عايزه. يا ريت ما تبخلش علينا بنشر الفيديو دوت او نشر الطريقه لاصحابك، بحيث ان العدد المشترك والعدد اللي يوصل له العلم يكون عدد اكبر والكل يستفيد منه. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.